حاولت الساحرة الشريرة إنها تموت سنو وايت بكل الطرق، لكن كل مرة كانوا الأقزام السبعة بينقذوها، إلا آخر مرة نجحت محاولتها وفضلت سنو وايت فقد الوعي لمدة طويلة بسبب التفاحة المسمومة اللي أكلتها واللي كانت مديها لها الساحرة الشريرة. قاموا الأقزام السبعة افتكروها ماتت وحطوها جوه التابوت، وفضلوا الأقزام السبعة يحرسوها، واحد ينام وواحد يفضل صاحي، لحد ما جالها الأمير. بص عليها جوه التابوت وما كانش قادر ينزل عينه من عليها. عارفة ليه؟ حبيبتي